حتى الموعد بهدف تحقيقها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من حصاد 24، نستضيف فيها الأستاذ المحامي بشر الشابي والنائب الشعب السابق والناشط السياسي. محاور حلقتنا: عندما يتحدث رئيس جمهورية في خطاب رسمي مكتوب أثناء أداء اليمين، يتحدث بوضوح عن كون نواب هذا البرلمان أسقطوا المخططات التي رسمها عملاء الصهيونية ومحافل الماسونية، يقول سعيد، يقول أن النواب أسقطوا مشاريع إدخال البلاد في أتون اقتتال. سؤال بوضوح: هل هناك ما يدعم هذه المزاعم؟ ماذا يمنع سعيد من فضح كل هذا إذا كان الأمر بالفعل كان مخطط له بحسب أو بالصفة التي وصفها؟ ثم هل هناك قراء دنيا وربما بنى عليه سيد سعيد هذه المزاعم ويجهلها الجمهور؟ واحد. اثنين: ماذا بعد الحكم من جديد بخمس سنوات سجن على المرشح الرئاسي السابق العايش الزمال، خمس سنوات في محكمة القروان، ليصبح مجموع السجن تاعه إلى حد الساعة هذه 61 سنة سجنا؟ الأستاذ رديد البحيري وزير العدل السابق والأسبق، 10 سنوات درجة جنائية، 10 سنوات على خلفية تدوينة تقول لجنة الدفاع عن الأستاذ البحيري إنها تدوينة مزعومة. إذا كل هذه المعطيات، هذه المستجدات، إلى أي حد الحديث عن تهدئة وأن السلطة ربما ذاهبة في اتجاه انفراج، تضعف، يضعف السيناريو أو تضعف حظوظ القول بهكذا كلام؟ الأستاذ بشر الشابي المحامي ونائب شعب سابق، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك سي حسين ومرحبا بمشاهديك الكرام والأوفياء. ملاحظة بسيطة: أنا عضو مجلس النواب الشرعي ومني السابق، أنا عضو مجلس النواب الشرعي إلى حين سقوط المقلب وزبانيته والرجوع الشرعية ثم تنتهي نيابتي، وبحين ما نعلن على انتخابات شرعية وانتخابات برلمانية ورئاسية شرعية. هات نبدو نعلق، نرجع الكلمة، هو أعطاه كلمة طويلة ولكن فيها في الحقيقة تهم خطيرة. هل أنه أول مرة يحكي السيد سعيد على تهم خطيرة؟ مش أول مرة، صحيح حكى أكثر من تهم، لكن المرة هذه كيف يحكي؟ يقول إن النواب أسقطوا المخططات التي رسمها عملاء الصهيونية ومحافل الماسونية، بل يتحدث ويأكد أنه هؤلاء، لست أدري شكون يقصد، طبعا نشوفه معاك شكون يقصد، هو زعمه يقول حددوا حتى التاريخ والموعد. هل يعقل رئيس جمهورية يحكي بهذه الوثوقية التامة دون أن يكون عنده حد أدنى معطيات؟ أستاذ بشر، هو سي حسين والمشاهدين الكرام، هو كلامه صحيح راهو اذا يقصد على مجلس النواب السابق، لاني انا حذرت من علاقه قيس سعيد بالماسونيه وبالصهيونيه، وذاك عليه هو ما حطني في النيسان وكنت انا المطلوب رقم واحد في تونس، ونحن نبهنا وذا ثبت معناها حتى بعد انقلاب على الشرعية وعلى مجلس النواب، وثبت بعدم تمريره لقانون التطبيع، وثبت بتصريحات رئيس مجلسه الغير شرعي بودربالة، ثبت كونه قال بعد شهود وبودربالة معناها في المباشر للشعب التونسي كل قالهم راهو، قال لي مسألة التطبيع هي مسألة انتخابية ولا علاقة لي بها وانا راني مع التطبيع. هذا ابو دربالة قالوا في المباشر، ما عادش نشكوا ولا ما عادش نشكوا في الموضوع هذا. اضافه الى
جرحى غزة اللي جابوهم من تونس وحبقى يصعيد يستعملهم كمخبرين ضد حماس للقوى الصهيونية، وفضحوه وقالوا هكا كذا ثابت، معناها اللي قوى صهيونية وماسونية هي اللي تحكم في البلاد توا وهي اللي عملت الانقلاب. إذا يحكي على مجلس النواب السابق فهو صادق، وإذا يحكي على مجلس النواب هذا غير شرعي، ما شفنا منه حتى حاجة وما شفنا حتى تحرك ضد هالمخطط هذه. وإذا عنده مخطط كما كان يحكي مجلس النواب يأخذ 550 مليون قبل يجيب لنا الدليل، ونحن رانا كشعب تونسي، مانيش نحكي كعضو مجلس النواب، كشعب تونسي رانا كلنا نساندو، يجيب لنا الدليل. إذا باش يحكي على روحه نحن رانا عارفينه اللي هو راه ماسوني وصهيوني، إذا يحب يحكي على العباد الآخرين عليه بالدليل، لأنه الدليل عندنا عليه، ولكن هو ما عندوش دليل على الناس الأخرى. وإذا يحكي على توافقات البرة ولا مخابرات ولا بابا حكايات، راه هو له يد فيه، وأنا كنت حكيت قبل، قلت راه باعث مخابرات وباعث ناسه باش قابل عباد في الخارج وباش تغرهم بفكرة كونه سيكون يوم قايد صعيد اليوم الأخير له هي الانتخابات، وحصلوا في الفخ وكن شفتوا الحملة اللي كانوا عاملينها مع الزمال والتي تبخرت فجأة، معناها سبحان الله قد ما شفنا داعمين للزمال ما شفنا حتى واحد، حتى لا صبحاتهم حتى لجان الدفاع، لجان الدفاع محامين الكل لن استثني أحدا، حتى كي صارت الأحكام الجائرة 21 سنة حتى واحد ما عاد يكتب على الزمال ولا يساند في الزمال ولا يعبر عن مساندته للزمال. ما شفنا اليوم تبعت الصفحات الكل فجأة ما عادش تم صفحات، ثم المسعودي نشر الخبر، المسعودي هو الذي نقل الخبر، ولكن الصفحات الأخرى كل المحامين معناه الكل حتى واحد ما ولا يدعم في الزمال، هذا أنا شفناه. وهذه ما هيش معناه، شفنا ناس من أمريكا من فرنسا من العالم الكل معناه عملت حملة للزمال وكأنه الزمال هو رئيس جمهورية صحيح، معناها جف القلم وصحيح مخدو قرار في قيس سعيد، وذا قلنا له رأي تم كذبة، رأوا قيس سعيد اللي تخلب دبابة رأوا لن يخرج بانتخابات، ولكن مع الأسف الشديد شفنا الحملة ذي ولكن لم نرى لهم صوتا، وتبخروا مباشرة بعد الانتخابات المدلسة ذي والمزيفة واللي طلع فيها قيس سعيد بنسبة 2% ولا 3%، وأثبت العالم كل كونها مزيفة، والدليل على ذلك كانوا لم يهنئه أحد من العالم الديمقراطي اللي هنئه السيسي وتبوه، وهذا واضح. لكن هو كيف حكاه يقول البرلمان، هو يقصد على أنه البرلمان من خلال القانون المعدل بتاع الانتخابات هذاك وسحب الصلاحيات من المحكمة الإدارية وعطائها لمحكمة الاستئناف في القضاء العدلي، هذا شو يقصده، يقول بالقرار هذاك سحبوا البساط، يعني كيف يقول ثم تاريخ محدد ومخطط ماسوني عنده معطي الدنيا زعمه. هل المعارضة كان عندهم سيناريو، انت قلت وهم، باع وهم المعارضة، ثم حد أدنى من الرواية وإن كان مبالغ فيها ولا لا؟ الحد الأدنى من الرواية هو كونه شاف اللي ثم ناس ممكن تؤمن بالقانون وبدولة القانون، وشافوا العبث والشعب هوية اللي ماشي بها قيس سعيد واللي أضرت بالشعب التونسي بمصالحه بقوته اليومي بعيشته بكذا، فقرروا أن يقفوا إلى جانب الشعب التونسي وإلى جانب القانون ودولة القانون والمؤسسات هذه، شافها وكانت خطر على قيس سعيد، لأنه قيس سعيد بالانتخابات نزيهة وبتصويت نزيه وب مشاركة المترشحين وقبول المترشحين كل الانتخابات ليست له أي فرصة للنجاح، هذه ممكن تدخلت فيها أطراف أجنبية وحاولت بستعمل علاقات مع جهات معينة ومعارضة وحبت تدخل مثنية ذي لإزاحة قيس سعيد، ولكن احتمال موجود، هذا الاحتمال دي ما موجود، ولكن ما اسمه خط مصري، هو يعتبر هي مخطط وطنية
حبوا يرتاحوا من قيس سعيد وكذا، ما كي تحكي مخطط ماسونيه وصهيونيه هي ما تكون اعلم قيس سعيد بهذه المخطط هي وما الصهاينه والماسونيه. قالوا له قيس سعيد راه الماجي تاع السقيك وراك اذا مشات المحكمه الاداريه ومشات الانتخابات راه ليس لك اي معناها فرصه للنجاح. هو كسل هي قال المخطط الصهيوني هو من ارض وسقاتي، وهي المخطط الصهيوني لمن اعلمته بقرب نهايته. لكن يا استاذ بشر لو كان هو سيد سعيد معروف انه يعني هكا تصور الفواره وتغشش فيه سم موجود، لكن راه كيف يحكي في خطاب مكتوب يعني تم تثبت منه وراجعه ويصر على القول هذاك، شكون يقصده بالضبط؟ شكون يقصد؟ تمش طرف سياسي معين يقصده؟ ربما المكثر يقصد في منظر الزنادي، بس كون مش يقصد لأنه اللي أرعبه في الانتخابات هو منظر الزنادي، يقصد في منظر وفي جماعة منظر اللي داروا منظر في تصوري معناه ما ألا ما ينجمش يكون يقصد في الدائمة ولا يقصد في عبد كيف المكة، لأنه ربما اللي عامل صارت عليه الحملة الكبيرة ومنذ ترشح قيس سعيد دور عشان هو منظر زنيد. هل يكون من أسباب ذلك ربما من تبعات ذلك هو بطاقة الجلب الدولية على منظر زنيد وغيره؟ هذه مش من هذيك السبب الأساسي والأصلي البطاقة الجلب والقضاء اللي عملهم فيه في التآمر ولي كل الوعد. هو معناها أي شخص سوي يترشح ضد قيس سعيد فهو العدو الأساسي ويكيل التهم ويعمل وين. أنت شوف المترشحين اللي ترشحوا ضد قيس سعيد الكل بداية من نبيل قرن، سيف مخلوق، العياشي زمان، المنظر السنادي، العبد كيف المكي، والعماد دامي، كل ما شملتهم قضايا كل أي شخص يترشح بعد الإله راه باش تشمله قضايا. أنت كمحامي